السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة Good Time والدنيا. اليوم غادي نشارك معكم معسلة المنظر ديالها رائع وسهلة وكتجي لذيذة بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو، إلا كنتي أول مرة كتشوفني، اشترك في القناة ولايك وبارتاجي إلا عجبك الفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله. كنحتاجو ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الجنجلان، جنجلان منقي وما محمرش غير مسهل شوية، معلقة كبيرة ديال النافع وحبة حلاوة، معلقة صغيرة ديال القرفة. إلا كانت كتعجبكم القرفة ديرو معلقة كبيرة، خمارة وحدة ومعلقة صغيرة ديال الملحة. كنخلطو النواشف كنزيدو جوج معالق كبار ديال الزيت نباتية، وجوج معالق كبار ديال الخل، نص كاس ديال الزبدة مذوبة، ونص كاس ديال الماء زهر. كنحتاجو لكاس الماء باش نعجنو. الكاس الماء كنبقاو نزيدو شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. تقدروا هنايا احتاجيت غير نص كاس. العجينه ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها باطراف الاصابع، كنخليوها تكون رطبه. كنبقاو نزيدو الماء غير شويه بشويه، مره كنزيدو شويه وكنجمعو وما كندلكوش، غير كنجمعو العجينه صافي. العجينه ديالنا ها هي رطبه، كنخليوها ترتاح ربع ساعه حتى لعشرين دقيقه. احتاجيت لنص كاس ديال الماء تقريبا باش نجمع العجينه، وكيبقى عاوتاني على حسب الفورس. كندلكوهاش ولكن ضروري نجمعو. العجينة ديالنا فاش ارتاحت كناخدوها كنطلقوها. نقطعوها دوائر، كناخدو الدائرة وكناخدوها من الربع وكنتنيوها وكنتبتوها، كنتبتوها مزيان باش ما تحلش لينا، باش ما فاش كنكونوا كنقليو ما تحلش لينا. كتبتوها مزيان، هكا غنخليوها ترتاح. غنخليوها ترتاح واحد تقريبا شي 20 دقيقه. انا خليتها باتت، يعني قد ما باتت وارتاحت كنتاكدوا بانها ما كتفتحش لينا في القلي. كناخذوا الزيت كنسخنوه مزيان، فاش كنبداو نقليو كنقصوا عليه، كنخليوه على نار متوسطه صافي. وكنبقاو ننزلوا المعسله ديالنا، كنبقاو ننزلوها وكنبقاو نحركوا بمعلقه باش تاخذ لينا لون واحد. العسل كيكون شويه ثقيل، باش فاش كنبغيو نطفيوها في العسل ديك الحراره ديال 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 المعسله هي اللي كتطلق لينا العسل. كنزيدو
من بعد فاش سالينا صافي كنزينوها باللوز كونكاسي او الكاوكاو كونكاسي، كنزينوها وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشارك معكم بغرير معمر، كنتمنى حتى هو يعجبكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.